أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل من صلى في المسجد النبوي متوجها جهة القبر وجعل القبلة خلفه هل هذا كافر؟ هذا لا تصح صلاته أولا لأنها فقدت شرطا من شروط الصلاة، ثانيا إذا كان قصده التقرب إلى الرسول فهو كافر لأنه عبد غير الله عز وجل. نعم. ويقول: وماذا يفعل من رآه؟ يجب عليه أنه ينصح ويبين له، فإن أبى أن يمتثل يذهب إلى الجهة المسؤولة عن المسجد النبوي، يلاحظون هذه الأشياء، هناك مراقبون، هناك يبلغ المراقب يمنع هذه الأشياء. نعم.